مش حامل. امال شعور مقامها بالغثيان والدوار سببه ايه يا حكيم بشري؟ دي مجرد اعراض برد، هحضر لمقامها دواء يخلص على الاعراض دي كلها في ظرف 3 ايام بالكتير. انا ما حملتش لغايه دلوقتي ليه يا بشري؟ استغفر الله العظيم، دي مشيئه ربنا ومقامك، ان شاء الله هتحملي قريب. عن اذن مقامك. اسمعيني يا جشم، جلالة الخديوي هيتجوز شمس قدير لأنه بيحبها، وهيتجوز نشأة هانم نزولا عند رغبة والدته والباب العالي، يعني واحدة من زوجاته هتخرج برا السراي، وأكيد مش هتكون في ريال هانم لأنها حامل بابنه، ولا صفيناز هانم لأنها جابت له إبراهيم. للأسف شديد اللي هتخرج هو انتي. لا مش انتي، اللي هتخرج برا سرايا هي فريال، ومش هي لوحدها، هي واللي في بطنها كمان، ومش من سرايا بس، لا من الدنيا كلها، لما الخديوي يعرف انها بتخونه مع المفتش. ايه بتقولي يا بنت؟ فريال بتخونه مع المفتش؟ لا هي مش هي بالظبط، مريا الوصيفه بتاعتها. فريال علاقتها ايه بالموضوع ده؟ انا سمعتهم برا وهما بيتكلموا مع بعض بصوت واطي، وقفت واتصنطت عليهم، وعرفت انهم هيتقابلوا بكره الساعه 10 في الكوخ اللي ورا الاسطبل، واكيد ده طبعا من غير علم الخديوي، عشان يشوفوا هيعملوا ايه في اللي في بطن ماريا ده. لا انا كده مش هتخونه. لا هتخونه، لان اللي هيوصلوا من الموضوع ده كله ان زوجته المصون على موعد غرامي سري في مكان مهجور مع صديقه، وبطبيعه الحال هيروحوا ينتظرهم هناك، ولما يشوفهم جايين مع بعض هيقتلهم هما الاثنين. المنظر الجميل ده هيخليه يفقد بصيرته، ومش هينتظر لا كلام ولا اي تبرير. ايوه، مين اللي هيوصل المعلومه الخطيره ديت؟ فاعل خير طبعا. ازاي؟ انت قول لي ازاي. هتروح تحط راسك على مخدتك وتفكر كويس، وتيجي بكره وتقول لي مين فاعل الخير ده. بعد إذنك يا شمعنم،